40 طنا من المواد الغذائية والصحية كانت محملة على طائرة عسكرية كويتية، غادرت البلاد صباح اليوم إلى مدينة الخرطوم في جمهورية السودان الشقيقة لإغاثة ومساعدة ضحايا الفيضانات والسيول التي تعرضت لها الجمهورية الشقيقة. السودان حاشهم أمطار شديدة وتضرروا كثير من الناس وتهدموا تقريبا 26 ألف بيت، وكان في وفيات فوق 50 توفوا. والهلال الأحمر طبعا بتوجيهات من صاحب السمو بيتوجه اليوم إلى الخرطوم في طيارة عسكرية، ونشكر طبعا وزارة الدفاع لتلبية دعوتنا لهذه المهمة. وهذه الطيارة محملة بـ40 طن من المواد الغذائية والصحية وأيضا كنابل، وأول ما نوصل إن شاء الله السودان طبعا بمساعدة الخارجية وسعادة سفير السودان رتب لنا اجتماع مع الهلال الأحمر ومندوب من وزارة الخارجية علشان نتباحث في المستقبل شنو احتياجات السودان في هذه المهمة. الكويت على جري على عادتها في مساعدة المنكوبين ومضر جراء الكراء الطبيعية لبت نداء الدولي ولبت نداء الهلال الأحمر السوداني والحكومة السودانية لدعمهم جراء السيول فيضانات تعرضت لها مؤخرا تسببت في كذا في ولاية في السودان، تقريبا 12 ولاية تضررت في السودان. لذلك الهلال الأحمر الكويتي من واجبه الإنسان لبى هذه النداء الإنساني وسير طائرة إغاثية إن شاء الله تصل اليوم إلى خرطوم لتوزيع هذه المساعدات، وهناك فريق ميداني من الهلال الأحمر الكويتي من متطوعين جمعية سيكونوا موجودين في توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني. أولى طلائع طائرات الجسر الجوي الذي أمر به حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لمساعدة الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة تؤكد على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين. حقيقة إحنا اليوم حضور لنشهد مغادرة أول طائرة في جسر جوي للإخوة في السودان. نحقيقة سعداء بهذه المشاركة من بلد الإنسانية، بلد الدولة الكويت الشقيقة، سعداء بهذا الدعم المقدم من برعاية أمير البلاد الشيخ صباح وولي عهده الأمين. حقيقة هذا الجسر الجوي يأتي في إطار تواصل مستمر بين الحكومة الكويت وحكومة السودان والتواصل بين الشعبين. معلوم أنه تعرضت عدد كبير من الولايات السودانية خلال هذا موسم الأمطار موسم الخريف في السودان. هذا وسوف تغادر البلاد خلال المرحلة المقبلة عدد من الطائرات العسكرية إلى جمهورية السودان الشقيقة وبإشراف جمعية الهلال الأحمر الكويتي. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.